احنا الحين مع في الانتربرينورشيب سامت في دبي، ومعانا الاخ توني. تعرفنا عن نفسك. توني حداد، انا مؤسس وصاحب شركه تكنيكا انترناشونال ببيروت بلبنان. عندنا مصنع بنصنع معدات للخطوط التعبئه والتغليف للعصاير والمأكولات. مصنعنا ببكفية بالجبل، عندنا 140 شخص بيشتغلوا بالمصنع بين فنيين ومهندسين، ومنغطي منطقة العربية كلها. وهلأ أنا هون موجود لأنه نحن كنا من الليستد بالأرابيا 500، the top 500 fast growing companies in the Arab world، وعم بحضر المؤتمر أنا هون. إيه ما شاء الله. فشلون تقول لنا القصة، شلون بدأت الفكرة، وشلون بديت، من متى، أي تاريخ، وشلون بديت وصلت لحد الآن من التوب 500 companies in the Middle East. هو الشركة تأسست سنة 82، و82 هو سنة الاجتياح الإسرائيلي للبنان. فأنا كنت موظف مهندس صيانة بالمصنع كرتون، وكنت ركب مكاين واطلع بالمكنة أقول طب هيدي المكنة ليه ما بنسويها هون، يعني it's not difficult. وكان حلمي أنه نعمل بالميدل إيست مكاين، وبدل ما نجيب مكاين من أوروبا نحن نصدر على أوروبا وعلى أمريكا مكان. فقالوا لي وقتها أنت مجنون، يعني أنت شوف الحرب وشوف الاجتياح وانتظر شوية وبتروق الأحوال وبتبلش. أنا ما سمعت، أنا كان عندي حلم وكان بدي أشتغل وراه، وفعلا تركت الحلم، تركت الوظيفة وأسست الشركة، وبدينا على نطاق لوكل يعني بلبنان نعمل مشاريع صغيرة، وبعدين صرنا نتوسع للدول العربية، وهلأ توصلنا نصور من السبلايرز للمالتي ناشونال كومبانيز مثل بروكتر أند جامبل، مثل بيبسي كولا ونسلي، على النطاق العالمي كله. فلما انت بدات شنو كانت المشاكل اللي تواجهك، يعني لو توصل تشوف لورا؟ يعني مشاكل كثيره، انا طبعا الوضع الامني اللي كنا فيه، الحاله السياسيه اللي كنا فيها، واكثر من هيك كنا مش معروفين بالمنطقه العربيه. يعني لبنان كمصنع معدات منه معروف، وما عنده الخبره وما عنده الايمج، الصوره انه هو مصنع مكاين. تكنيكا بالذات كشركه كانت شركه غير معروفه، فكتير تعذبنا تنقدر نخلق هالمصداقيه عند الكاستمرز. بحرب الخليج بال91، يعني بدايه التسعينات، كل الشركات الاوروبيه والامريكيه وقت اللي صارت الحرب تركوا المنطقه، يعني خافوا سكيورتي ومش عارف ايش، تركوا المنطقه. فنحن جينا بالعكس، عملنا مكتب بالسعوديه بالرياض، وعملنا نتصل بالجماعه وهن يقولوا يعني كل العالم تركوا، انتم جيتوا. نحن طبعا بالنسبه لنا الحرب هذا ديلي بريد، يعني انه ما بيعنينا شيء، متعودين. فبوقتها بلشوا يعطونا مشاريع ويقولوا لا نحن لازم نتكل على اللوكل سبورت، ما فينا نضلنا متكلين، ليكوا الاجانب مشيوا. فوقتها بلشوا المشاريع تبعنا يكبر ونكبر نحن بالسوق السعودي، ومنه انطلقنا واخذنا مصداقيه وصرنا نتوسع على بقيه الدول. ما شاء الله. فشلون يعني الحين انت عارف ان في يعني اكو فينشر كابيتالست، يو نو، المستثمرين اللي يستثمرون ياخذون الخطوره. قبل 30 سنه شنو كان الوضع؟ وين جبت المصاري الفلوس عشان يستثمرون وياك؟ انا اخذت كل البنشن تبعي من وانا كنت موظف، وطلعت لي معاش 15000 دولار. هذا ال 15000 دولار هو اللي بديت فيهم، يعني ما كان يعني الكابيتال هو العقبه، لانه 15000 دولار بلشت شوي شوي وابني. خذيت المخاطره كلها، يعني حطيته كله 15000، اي بيت اون ات. و بس بالنتيجة اليوم بالعالم الحديث أنا ما بتصور الفلوس هو المشكلة، لأنه البنوك عندها فلوس ومش عارفة شو تسوي فيها. اليوم بيجوا بيقولوا لنا البنوك أنتوا عايزين فلوس نعطيكم فلوس، نقول لهم لا مش عايزين فلوس. فالمشكلة أنه واحد يكون عنده فكرة وهو مقتنع بالفكرة، والفكرة تكون فايبل، يعني يكون عندها يعني تقدر تتطور هالفكرة، وهو يكون عنده الإرادة أنه يتابع الفكرة تبعه تيوصلها للنهاية. فالفلوس انا برايي مش هو العقبه الاساسيه، العقبه الاساسيه يلاقي الفكره ويلاقي هو شو الشغف تبعه، شو الباشن تبعه اللي بيقدر يشتغل عليها ويتبعها. اوكي، انت الحين عارف الاوضاع اللي هي التكنولوجي داشه علينا دخله قويه، حتى الشركات ما شاء الله اللي هي تعتبر نفسها كبيره قاعد تطلع شركات صغيره يعني وتغير لها السوق كله والماركت. فهل انت حاسب لهذا التغيير والشركات الصغيره؟ هل عندكم يعني بالاستراتيجي؟ نحن بالبزنس تبعنا البارير تو انتري للبزنس تبعنا عاليه، لانه في تكنولوجي لازم واحد يطورها وبدها وقت تطوير. يعني السوفت وير از ايزي واحد يعمل ديفلوبمنت، بينما الصناعه نحن صناعه ثقيله، عندنا معدات للتصنيع سي ان سي ماشينز، عندنا سبيس عالي، انفستمنت عالي. يعني اليوم واحد تيجي يدخل على هالبزنس لازم يكون اوريدي عنده باك جراوند، يعني مشان هيك ما عندنا خوف من الشركات الصغيره تدخل على هذا السوق. صح. وشنو تشوف المستقبل؟ شنو الحين تكنيكا الحين وشنو الفيوتشر؟
تكنيكا عملنا 5 year vision plan. بالفيجن بلان تبعنا in 1 year وعم بعد سنة لندوبل طاقة المصنع، يعني عم نزيد بنا وعم نزيد مكاين تندوبل الطاقة الانتاجية. انت الحين في لبنان؟ بلبنان، كله هذا بلبنان، تصنيع بلبنان ومكاتب بالدول العربية مشان الخدمات بعد البيع والتركيب والتشغيل والصيانة. فنحن راح نزيد الطاقة الانتاجية. عندنا مخطط، عندي مخطط انه خلال 5 سنوات نعمل سكسيشن بلاننج، لانه تكنيكا از فاميلي بزنس، يعني اوند باي ذا فاميلي. فراح اعمل سكسيشن بلان بشكل انه خلال 5 سنوات اللي سويته ب 30 سنه باس تو ذا سكند جينيريشن، باس ذا تورش، تهني يكفوا الطريق. فهذا البلان الاساسي اللي هلا شغال عليه. هذا من احد الصعوبات اللي انت الحين قاعد تواجهها. اتس تشالنج، كيف تخلي اليونج انتربرينور اللي ما عندهم الخبره تبع الفاوندر انه فعلا يتفاعلوا مع البزنس ويقدروا يطوروها بنفس الطريقه. وين الفرص والماركت اللي انت الحين اكثر شيء تعتبرها الفرص يعني اللي حق تكنيكا تقدر تودك تروح لها؟ نحن اليوم تركيزنا على المالتي ناشونال كومبانيز، يعني دخلنا صار عندنا مصداقيه مع بروكتر اند جامبل، صرنا ابروف فندر جلوبال سكيل لبروكتر اند جامبل. هذا طبعا اعطانا مصداقيه، لانه وقت اللي بتبيع مكانات لبروكتر اند جامبل باي اتسلف هذا ستامب اوف كواليتي، معناتها انت الكواليتي اتس اب تو ستاندرد. فمن هنا دخلنا على يونيليفر، على مارس، على بيبسي، على كوكا. فنحن عم نطلع السوق تبعنا، ما لازم يكون محدود بالنطاق الجغرافي تبعنا، الجغرافي لازم نطلع للعالم. وهو الامكانيه اللي نقدر نسويها هي ثرو ذا مالتي ناشونالز. فمثلا هلا نحن لانه صرنا على البلاتفورم تبع بروكتر اند جامبل اللي هن بيسموها بي اي ليست، باير انستراكشن ليست، عم بيجينا انكوايرز من روسيا، بيجينا انكوايرز من جيرماني، من مكسيكو، من مصانع بي ان جي بالعالم. وهذا بيعطينا فرصه للتوسع اكثر من النطاق الجغرافي اللي نحن فيه. اخيرا شنو نصيحتك حق الشباب العربي اللي هو ما شاف امثله كثيره مثل تكنيكا ان في شركه عربيه تكون جلوبال، يعني هي عالميه وتقدر تنافس شركات عالميه، شنو نصيحتك حقهم؟ انا نصيحتي الظروف اليوم بقول لك ظروف صعبه، بس انا بقول لهم الظروف ب 82 كانت اصعب بكثير. ما هو الظرف اللي صعب، الصعب انه اذا واحد عنده حلم لازم يترك كل شيء ويلحق الحلم تبعه. اذا عنده هالحلم وعنده الاراده وعنده مستعد هو يتعب، في تعب وفي هارد ورك، في ديترمينيشن، في التزام. فاذا عنده هذه الاراده وعنده مشروع ممكن يتحقق، انا برايي يتركه ويتحقق. في نحن عندنا بالشركه بنقول don't wait for better times, make the times better. ما تنتظر ان الايام تصير احسن، انت تعمل الايام تصير احسن. واحد تاني بيقول انه it's not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. فما تنتظر العاصفة تمر، تعلم كيف ترقص تحت المطر. فهذا النصيحة اللي بعطيها للانتربرينور، اذا بده يضل ينتظر الايام تتصير احسن، انا بقول له الايام ما رح تصير احسن، انت اللي بتسوي الايام احسن. فيكون عنده الجرأة وعنده الإرادة وعنده الصلابة أنه يقدر يتبع مشروعه وحلمه وهو بيوصل طبعا. شكرا أستاذ ثاني، يعطيك ألف عافية. شكرا.